بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وخير ما يفتتح به هذا المجلس الطيب هو القرآن الكريم من فضيلة القارئ الشيخ أيمن منصور إمام مسجد مولانا الحسين، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله.
صدق الله العظيم. أول ما نبدأ به هو الترحيب بإخواننا وأبنائنا ضيوف وزارة الأوقاف من دولة الجزائر الجمهورية الجزائرية الحبيبة إلينا جميعا والغنية عن التعريف. وأنا أعرف عددا من أئمة الأوقاف وعلمائهم، التقيت بهم في موريتانيا وفي الدروس الحسنية وفي غيرها من جامعاتهم العامرة التي خرجت جيلا من الأئمة الذين تسلحوا بالعلم وتسلحوا كذلك بالعمل. ونعلق عليهم جميعا أملا أن يكونوا في مواقعهم هم القدوة للفكر المستقيم وللعمل الذي تبنى به الأمم والأوطان وللقضاء على كل الأفكار المتطرفة. فأنا رجل كبير السن وتعرفت على كثير من علماء هذه البلاد قبل 50 سنة من الآن، لم يكن في هذه البلاد أي صوت يتبنى إرهابا ولا تطرفا ولا خروجا على الدين والسنة النبوية والتصوف الصحيح. فلتعلموا أيها الضيوف الأفاضل أنكم الأصل، وأن كل تطرف هو وافد عليكم كما وفد على غيركم من البلاد. وبالتالي فإن مهمتكم شديدة الحساسية، وأمانتكم التي تحملونها لا يحملها إلا رجل مسلح بالعلم وبالفكر الصحيح الذي ينبع من كتاب الله ومن سنة رسول الله. ونرحب بكم جميعا ونتمنى أن تتوالى تواصلاتكم مع إخوانكم في جمهورية مصر العربية لكي نتعاون جميعا على دعوة الحق التي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والآن نبدأ هذا المجلس الحديثي، هو فكرة معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وذكرت في الجلسة الأولى أن بقراءة هذا المجلس أصبحت وزارة الأوقاف ترعى الوحيين، الوحي المتلو في عنايتها بالقرآن الكريم في مقارئ مساجدها الممتدة من أسوان إلى الإسكندرية. ونتمنى على تلك الدروس الحديثية أن تتزاوج معها حتى يكون من زاد السنة النبوية تربية خالصة لا تعرف الباطل ولا يدخل إلى أبنائها إن شاء الله. وأبدأ هذا المجلس الثاني، وهو أحد المجالس التي تحددها وترعاها وزارة الأوقاف، فسيعقبها مجلس ثالث بمشيئة الله ومجلس رابع إلى أن يقرأ هذا الكتاب كاملا، كتاب الموطأ. وإخواننا المغاربة عنايتهم بالموطأ لا تخفى، حتى إن منهم من يؤلف تأليفا فيسمي تأليفه الموطأ كذلك. وعلماء موريتانيا أعطوني عدة موطآت،
سواء في اللغة أو في القراءات أو في كده، فنحن نقدم لكم بضاعتكم، لا نأتيكم إلا بها، وهي سنة رسول الله التي تجمعنا وإياكم على مهمتنا في الدعوة إلى الله على بصيرة وهدى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. يقول الإمام أولا التبويب في موطأ الإمام مالك له أشياء كثيرة لا نتدخل فيها، لكننا نقرأ نسخة الموطأ التي أمامي الآن محققة على 10 نسخ خطية، منها ما هو في المغرب ومنها ما هو في بلاد العالم، فإن شاء الله يطمئن إلى النص الموجود فيها. والفروق الموجودة بين أي نسخ ليست جوهرية بحيث يصير خطأ بين الصواب والخطأ، وإنما هو تتميم كلمة أو زيادة، والكل ثابت من نصوص الموطأ ومن رواياته العديدة ومن شروحه التي بلغت المئات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. باب العمل في الوضوء. والتبويب بالعمل إنما هو شعيرة المذهب المالكي الذي يحرص على أن يكون عمل أهل المدينة هو أحد الأصول التي تبنى عليها تشريعات الرواية. فكلمة العمل في الوضوء لأن للعمل في تنظيمهم الدلال مكان، وهذا ما يلقي على كل من ينتسب لهذا المذهب أن يحرص على سلامة عمله، كما كان أهل المدينة بمثابة سنة عملية منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قراءتنا هنا ليست قراءة شرح، وإنما هي قراءة للتحمل وأيضا للتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، فنسأل الله أن يجعلها ذكرى طيبة. يقول الراوي حدثني يحيى، هي رواية يحيى بن يحيى التي نقرأها، عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن محمد بن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء. كلمة سمع يتوضأ على الشراح أن يبينوا، لأن الوضوء لا يسمع، وأنا قلت إنه لسنا في مجال شرح، لكن لأن هذه فيها غرابة كيف يسمع الفعل، وإنما المقصود صوت الماء الذي يتوضأ به، فبهذا الاعتبار يصح وجه كلمة السماع، وقد يكون لها توجيه آخر، لكن كما قلنا المجال مجال سماع وفهم إن شاء الله. عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. قال يحيى: ما أنا قلت بقى الفروق ماشي، وطبعا إيه لا تؤثر وجودها أو عدمها، وهذا يعني فائدة الطباعة التي على نسخ متعددة، فالذي عندي أقرأه ولا أستطيع التبديل، أن بدأنا معكم بالإسناد والإسناد ملزم، فإن وجدتم في النسخة زيادة ليست عندكم لا بأس، الزيادة من الثقة مقبولة على رأي الأصوليين بدون تفصيل. وأيوة بقى ما يعني إيه تعفوني من الشر إلا نادر، يعني أول اللي أمرنا به الدكتور ما فيش بأس. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى،
قال ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إذا كان يريد أن يصلي. تفضل مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبعد تقدمة أخينا الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد معبد حول قضية تبويب الإمام مالك في موطئه، أولا قبل أن أنسى أرحب بإخواننا الجزائريين الأئمة، ومرحبا بكم في بلدكم الثاني، ولقد شرفت بكم أظن منذ أكثر من 10-12 سنة في قسنطينة وفي بتنة، وألقينا دروسا في بعض مساجدها، ومما لفت نظري أن المسجد رغم كبره وسعته لا تجد فيه موطنا لقدم، وهذا دليل على حرصهم للعلم. النقطة الثانية، استمعنا في قراءة القارئ الشيخ أيمن مما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم، سمعت من أرضى من أهل العلم يقول: الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن السنة كما قلنا في الدرس الماضي وحي من عند ربنا تبارك وتعالى. وقوله سألت من أرضى من أهل العلم، قال العلماء يقصد أهل الحديث فهم أهل العلم، ويقصد أنه سمع ذلك من مالك بن أنس صاحب الموطأ الذي نقرأه عليكم. انتهى فضيلة أخينا الدكتور أحمد من الباب الأول، وهو باب العمل في الوضوء، وأبدأ معكم في باب وضوء النائم، وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. قال الراوي: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. تعليق خفيف على هذا المقطع أو هذا النص. أولا، هذا النص ضمن الأحاديث المسندة أي المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من كلام رسول الله. ويوجد في موطأ مالك حوالي 600 نص مسند مرفوع إلى رسول الله، هذا منها. هذه نقطة. النقطة الثانية، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. النوم باتفاق العلماء أنه ناقض للوضوء، لكن أين الوضوء هنا في الحديث مع أنه عنون بقوله باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة؟ ولذلك هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المسلم إذا استيقظ من نومه
أن يغسل يديه قبل أن يضعها في إناء الماء. لم يكن هناك صنابير مياه، فإذا كنت تتوضأ من إناء فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرك بأنه ينبغي عليك، يستحب لك أن تغسل يديك قبل أن تشرع في الوضوء. أدي معنى فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. الوضوء بفتح الواو معناها الماء الذي تتوضأ منه، هذا يسمى وضوء. لكن عملية دلك اليدين هذا تسمى وضوء، فاللغة العربية دقيقة. إذن تغسل يديك قبل أن تتوضأ، ما هي الحكمة ولماذا؟ قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. صدق رسول الله. النائم في حكم الميت، وتوجد منافذ مفتوحة في الإنسان حتى وهو نائم. الأنف مفتوحة، الأذن مفتوحة، أحيانا الفم يكون مفتوحا، أحيانا العين تتفتح. فهذه المنافذ يحدث منها إفرازات، الأذن والأنف والفم فيها إفرازات موجودة تخرج منها، وأنت نائم في حكم الميت، فربما تصيب يدك شيئا من تحت إبطك، أو شيئا من أنفك، أو شيئا من فمك، أو شيئا من أذنك، فتعتريها النجاسة أو القذارة. فمن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وجه أمته إلى العناية بنظافة اليدين قبل أن تعرف أوروبا هذا النمط من النظافة. النقطة الثانية في الحديث وهو قضية الوضوء، الوضوء إذا قمت من النوم، فهذا هو عنوان الباب الذي أثاره مالك. ثم بعد ذلك ذكر مجموعة أشياء تتعلق بالوضوء من النوم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. النوم له حالات كثيرة جدا، أحيانا وأنت تجلس، وأنت تجلس متمكن من الأرض ومربع يعتريك النوم، أليس كذلك؟ بلى. وأحيانا تتكي على جنبك تنام، أحيانا على ظهرك تنام. إذا النوم الذي ينقض الوضوء ما هو؟ إذا نمت مضطجعا على جنب أحد جنبيك، أو نمت على ظهرك. أما إذا كنت جالسا متمكنا من الأرض فلا شيء في ذلك. وهذا ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إذا نام أحدكم مضطجعا، مضطجعا يبقى قيد النوم بالإيه؟ بالاضطجاع، فليتوضأ. هذا ليس حديثا مرفوعا إلى الرسول، إنما هو من كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويسمى عندنا في علم الحديث حديث موقوف. والأحاديث الموقوفة في موطأ مالك تصل إلى 613 نص بخلاف الأحاديث المرفوعة. ثم قال مالك، قال الراوي: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. يبقى الآية نزلت بسبب تنبيه الناس إلى أنهم إذا استيقظوا من النوم عليهم أن يتوضأوا. ولذلك اتفق العلماء جميعا أن النوم أحد نواقض الوضوء. بعد ذلك قال يحيى، قال مالك: الأمر عندنا، هذا رأي الشخص، رأي الإمام مالك الشخص، هذا فتوى، لأن الموطأ فيه فتاوى لمالك كما استمعتم. قال مالك: الأمر عندنا، شراح الحديث يقول عندنا مين؟ هل عند رأي الشخص المالك ولا عند أهل المدينة؟ أكثر الشراح قال هذا رأي شخص المالك، فأهل المدينة يعملون بخلاف ما ستسمعونه الآن. فالأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف، يعني المسلم ما يتوضأش من رعاف. الرعاف هو الدم النازل من الأنف، هذا يسمى رعاف أو نزيف بتعبيرنا المعاصر. لا يتوضأ من رعاف ولا من دم، لو انجرح جرح يبقى فرق ما بين الرعاف وفرق بين الدم،
الرعاف دم نازل من الأنف، والدم عام في البدن، سكينة، موس، أي شيء أصاب الإنسان، ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. يبقى حصر الوضوء من في ثلاث حاجات، إما حدث يخرج بول من الذكر أو غائط من الدبر أو نوم، فهذا دليل على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. قال: وحدثني، طبعا مالك جاي بعد كده في الموطأ، عامل العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف، والوضوء من الرعاف نعلق عليها حين نصل إلى هذا الموضوع. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينام جالسا، شوف النوم، كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن النوم درجات، فمن نام مضطجعا لازمه الوضوء، ومن نام متمكنا، نسميه متمكن، جالس لا يلزمه الوضوء. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الكلمة الآن لمعانا الدكتور صبحي، تفضل. والآن الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالسادة العلماء من بلدنا الثاني الشقيق الجزائر، بلد العلماء والشهداء، مرحبا بهم في بلدهم الثاني مصر، ونشكر وزارة الأوقاف على هذا التفاعل الثقافي بين شعوب الدول الإسلامية والعربية، كما نشكر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على تنظيم هذا المجلس المبارك في الحديث النبوي الشريف، نسأل الله له التوفيق والسداد. كما نتشرف بالجلوس مع أساتذتنا وشيوخنا المحدثين الكبار، نبدأ ونستكمل هذا المجلس في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في باب الطهور للوضوء. الطهور للوضوء. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث رواه الإمام مالك والشافعي وأحمد، وصححه البخاري والترمذي وابن منده، وتكلم في إسناده أبو عمر بن عبد البر الذي شرح موطأ الإمام مالك، وضعف إسناده بسبب سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، وذكر أنهما مجهولين، ذكر أن هذين الراويين مجهولان، سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، وأن سعيد انفرد بالرواية عنه صفوان بن سليم، لكن فاته أن الإمام النسائي قد وثق هذا الراوي مع انفراد صفوان، وهو إمام كبير يستسقى به كما قال الإمام أحمد المطر، وسعيد بن سلمة يعني وثقه النسائي، وكذلك المغيرة بن أبي بردة. الإمام ابن عبد البر ضعف الحديث من جهة السند، لكن صححه من جهة المعنى، وهذا مذهب لابن عبد البر، تصحيح الحديث من جهة العمل والقبول والشهرة بين أهل العلم. مع تصحيح الأئمة الكبار لهذا الحديث وروايتهم له البخاري ورواه مالك والأئمة الشافعي وأحمد
والبيهقي والدارقطني وغيرهم. معنى الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر، فلو أجابه بنعم لكفى، لكنه من محاسن الفتوى أنه أجابه بما هو أوسع وأرحم للناس في هذه الفتوى، قال هو الطهور ماؤه. سأله عن التوضؤ بماء البحر لأنه مالح وفيه رائحة غير طيبة، فأجابه بقوله هو الطهور ماؤه، قدم وصف الماء على قوله الماء الطاهر، وزاده الحل ميتته، لأنه إن أشكل عليه الوضوء بمائه فيشكل عليه أكثر ميتته، وهو ما ألقاه البحر، ما يضاف إلى البحر من السمك وما كان غير سمك في البحر أيضا، قال له هذا أيضا مباح. هذا الحديث الأول. والثاني قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة. وهذا قال العلماء أن يحيى بن يحيى أخطأ في تسمية حميدة، والصحيح أنها حميدة بنت أبي رفاعة، بنت أبي رفاعة حميدة، ويقال وقال يحيى في روايته حميدة بفتح الحاء، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس. فأقام المصدر مقام المذكر والمؤنث، عبر بالمصدر ليصح به التذكير والتأنيس. إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، والشك إما من الراوي أو من قوله صلى الله عليه وسلم، فيكون يشمل الذكور والإناث. قال يحيى: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وهو ابن أبي بلتعة أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. طبعا في مذهب الإمام مالك أن الكلب سؤره طاهر وهو من السباع، فهذا الحديث دليل للمذهب في هذه المسألة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. إن كان، يعني إنه اسمها ضمير الشأن، إنه كان الرجال والنساء على العموم تعميم محارم وغير محارم، زوجات وأزواج وغير زوجات، وهذا كان قبل نزول الحجاب، كانوا يتوضؤون جميعا. هذا وباب ما لا يجب منه الوضوء. لسه معنا صح؟ باب ما لا يجب منه الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده.
وهذا الحديث محمول على الأماكن اليابسة التي يمر عليها وفيها نجاسات غالبا لا تتعلق بالثياب. أما إن كانت النجاسة رطبة كالبول وغيره فلا يطهره إلا الماء باتفاق أهل العلم، وإن كان بعضهم يقول يطهره أيضا ما بعده من أماكن الطهارة. قال: وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس. القلس هو رجوع الطعام من الجوف إلى الفم بقدر الفم، ولا يسمى قيئا، فإن تكرر ذلك سمي قيئا. قال: رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا وهو في المسجد، فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حنط، يعني طيب بالحنوط وهو الطيب المخلوط، وهذا يفعل للميت خصوصا، حنط ابنا لسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. والشاهد من الحديث يرد على حديث آخر: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. فالإمام مالك لا يرى صحة هذا الحديث، وقد أخرجه أبو داود في سننه، وقال: هو منسوخ ولم يذكر ناسخه. فهذا الحديث الذي أورده الإمام مالك عن سيدنا عبد الله بن عمر يرى أنه لا يتوضأ من حمل الميت، وإن ثبت الحديث الآخر فيحمل على الأحسن والأحوط أن يكون متوضئا حتى إذا صلي على الجنازة كان طاهرا، وليس هو وضوءا من حدث، وإنما هو وضوء ليصلي إذا صلي عليها. وقول الإمام مالك في الغسل فيه خلاف عليه. قال يحيى: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومع أستاذنا الدكتور محمد نصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره واتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فما أجمل اللقاء حين يكون على مائدة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الباب الذي سأقرأ ما ورد فيه عن الإمام مالك هو ناسخ لحديث منسوخ، وقد ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: توضأوا مما مست النار، وفي رواية: توضأوا مما غيرت النار. لكن ورد أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. الباب بعنوان: باب ترك الوضوء مما مسته النار. قال أبو عبيد الليثي: قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. وقال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء موضع أسفل خيبر، وهي من أدنى خيبر،
نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، والأزواد جمع زاد، فلم يؤتى إلا بالسويق الناعم من دقيق الحنطة والشعير، فأمر به فثري، أي بل بالماء لما لحقه من اليبس، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد ابن المنكدر وعن صفوان ابن سليم أنهما أخبراه عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن ربيعة ابن عبد الله ابن الهدير أنه تعشى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن أبان ابن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانا لا يتوضأان مما مست النار. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى، ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن أستاذنا. خلاص كده، بارك الله فيك، شكرا أستاذ. الآن مع أستاذنا الدكتور أسامة إبراهيم، تفضل يا أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، حي الله سبحانه وتعالى هذه الوجوه النضرة، وبارك الله سبحانه وتعالى في أصحابها، في عقولهم وفي علمهم وفي كل شؤونهم، اللهم آمين. ونحيي السادة الكرام، السادة الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من وفد دولة الجزائر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في موازين حسناتكم وفي موازين حسناتنا أجمعين، اللهم آمين. نستكمل مع حضراتكم القراءة في هذه الروضة الندية وفي هذه الروضة من رياض الجنة مع أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قدم من العراق، فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار،
فأكلوا منه على صيغة الجمع يجوز مع المثنى. فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ بمعنى أي هذا على مذهب أهل العراق، يعني ليسوا هم معتادين في المدينة هذا الأمر. فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. باب جامع الوضوء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، والاستطابة تعني الاستنجاء بالماء أو تطيب النفس عن بإزالة الخبائث أو الخبث عنها أو الخبث عنها. فقال: أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ يبين مسألة الاستطابة أو الاستجمار بالأحجار. وهذه الرواية يا إخواننا لما ننظر إلى الإسناد نجد أن الإمام مالك رضي الله عنه رواه عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا، عروة بن الزبير من سادات التابعين. الطبيعي أنه يروي عن السيدة عائشة أو يروي عن سيدنا أبي هريرة أو يروي عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وردت رواية أخرى عن مالك عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة، يعني من مسند أبي هريرة، والعلماء حكموا عليها بأنه غلط فاحش، وأن الصحيح هو للرواية المرسلة، يعني الرواية الراجحة هي الرواية المرسلة التي ليس فيها ذكر سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وهو عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة، يعني إلى المدافن أو المقابر، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا: يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فرطهم يعني أنتظرهم أو أتقدمهم أو يجدونني عند الحوض، كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم من يموت له صبي صغير أو فتاة صغيرة في الدنيا أنها تكون فرطا لأبيها ولأمها، أي تنتظرهم عند الجنة تأخذ بأيديهم إلى رضوان الله رب العالمين. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة. غر هذا يعني من الأمور التي تطلق على الفرس، والغر في الفرس بياض في جبهته، والتحجيل بياض في ساقه، وهذا كناية على النور الذي ينور الله به وجوء وأعضاء المؤمنين يوم القيامة من آثار الوضوء. في خيل دهم، دهم يعني سود أو سوداء، بهم بمثابة التوكيد، يعني ليس فيها أي شيء غير السواد، ويقال ليل بهيم، أي ليل حالك السواد وشديد الظلام. ألا يعرف خيله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن تأتي خيل بشكل كذا كذا لدى رجل ألا يعرفها؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجل، يعني لا يمنعن أو لا يطردن رجل عن حوضي، كما
كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلما ألا هلما ألا هلما. وهلما اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو تعالى، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك يا رب استرنا يا رب وسلم، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد، والمقاعد تعني الأماكن المرتفعة خارج المسجد أو خارج البيوت، كما يقال باللغة العامية المصرية مصاطب، يعني مكان يجلس عليه الناس، وهذا فصحى أيضا، وهذا في الفصحى كما أخبرنا أستاذنا الله يبارك في عمره. فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضأ، ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. لفظة أنه هكذا في هذه الرواية، في روايات أخرى للموطأ رواية أبي مصعب المدني لولا آية في كتاب الله، وهو الأظهر، يعني لعل لفظة أنه تصحيف، والصواب آية لأنها ظاهرة في المعنى. لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وبهذا اللفظ يا سادة رواه جماعة من الحفاظ عن هشام، لكن خالفهم حفاظ آخرون فرووه عن هشام بتحديد عدد، يعني في بعض الروايات فمثلا غسل يديه ثلاثا، أو غسل وجهه ثلاثا، أو مثلا مسح رأسه مرة، هكذا بالتحديد. لكن هذه الرواية التي في الموطأ ليس فيها تحديد. طبعا العلماء يعني يجمعون بين الروايات ويقولون يا ترى يمكن الجمع وتصبح الروايات بالنسبة لهؤلاء الحفاظ والحفاظ الآخرين متعادلة أو متساوية، ولا يتم الترجيح. هذا هو الجهد الفقهي الذي يبذل بعد الجهد الحديثي الذي بذله المحدثون. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي. الإمام البخاري عليه رحمة الله يا أخوانا وهم الإمام مالك في لفظة عبد الله الصنابحي، وقال الصواب أنه أبو عبد الله الصنابحي، وهذا تصحيف حصل إما من مالك رضي الله عنه وأرضاه، وإما ممن هم دون مالك، لكن الإمام البخاري حكم عليها بالتصحيف في تمييز بينهما. وهذا الشخص اختلف في صحبته، يعني بعض العلماء حكم بأنه صحابي، وعلماء آخرون قالوا لا هو تابعي، والراجح أنه تابعي، والراجح أن الرواية مرسلة وليست موصولة، والعلم عند الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه
خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. قال: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن، هذا شك من الراوي يحقق عند علماء العلل، يا ترى لفظة المسلم هي الأرجح ولا لفظة المؤمن هي الأرجح، فغسل وجهه، خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتهما يداه مع الماء، وفي نسخة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. اللهم نقنا من الذنوب أجمعين يا رب. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. قال: وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول، بهذا اللفظ موقوف من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وله طرق أخرى موصولة وهي صحيحة من غير طريق نعيم، مسندة إلى سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، مسندة أيضا إلى سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو ما يعرف عند المحدثين بمرسل الصحابي، وهو مقبول باتفاق. سيدنا أبو هريرة معلوم أنه تأخر إسلامه، فسمع أحاديث من صحابة ولم يسمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. موصولة وصحيحة، نعم نقول هي موصولة لها حكم الوصل، وإذا اجتمعت بقية شروط الصحة حكم عليها العلماء بالصحة. سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، وإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة، فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى، فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا. قالوا: لما يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب رضي الله عنه يسأل عن الوضوء من الغائط بالماء، فقال سعيد: إنما ذلك وضوء النساء. طبعا كان الاستجمار بالحجارة في مذهب سيدنا سعيد يكفي، ولا يحتاج الناس إلى مبالغة الاستطابة بالماء أو التنظف بالماء، وقالوا إن المرأة لربما تكون أحوج إلى هذا لإمعان التنظيف أو لمزيد التنظيف، فاعتبر إن هذا الكلام إنما هو ذلك إيه من قبيل وضوء النساء وكده يا أستاذنا. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات.
طبعا إذا شرب الكلب، هذه رواية مالك يعني المشهور في الحديث، إذا ولغ، والولوغ غير الشرب، مع أستاذنا الدكتور أحمد رزق درويش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتكم. ونرحب بالجميع بالمصريين والجزائريين، فالجميع إخوة في الله تبارك وتعالى. ونستكمل القراءة، ويتبقى حديث من باب جامع الوضوء. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعملوا وخير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من علامات كمال الإيمان المحافظة على الوضوء. باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن جابر بن عبد الله الأنصاري سئل عن المسح على العمامة فقال: لا، حتى يمسح الشعر بالماء. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء. طبعا هذه القضية فيها خلاف بين العلماء، هل يكتفى بالمسح على العمامة أم لا بد أن يمسح على رأسه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء. ونافع يومئذ صغير، وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما. وسئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى جف وضوءه، قال: أرى أن يمسح برأسه وإن كان قد صلى أن يعيد الصلاة. باب ما جاء في المسح على الخفين. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من قمي جبته، فلم يستطع من ضيق قمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يأمهم، يعني يأم الناس، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم منهم ركعة، معهم ركعة، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم. يعني فزع الناس أنهم سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم معهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئنهم فقال: إيه، أحسنتم. أحسن، قال: وحدثني. أحسن الله إليك أستاذ الدكتور أحمد. جزاك الله. الدكتور محمد عبد الفتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أحسن وما أجمل ابن دريد الأزدي رحمه الله تبارك وتعالى لما قال: يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسواء. يا طالبي علم النبي محمد، يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسواء. والمعنى: يا طلاب الحديث النبوي الشريف، يا أصحاب الحديث النبوي الشريف، أنتم الأحسن وأنتم الأفضل، وكأنه لأنكم تكثرون من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لأنكم من أكثر الناس امتثالاً، أو أنكم أكثر الناس، أو أنكم يا طلاب الحديث النبوي الشريف، أو أنكم أكثر الناس امتثالاً للأمر الإلهي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل القراءة من باب ما جاء في المسح على الخفين. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر رضي الله عنه: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. قال الراوي: وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد: سل أباك إذا قدمت عليه. فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال: أسألت أباك؟ فقال: لا. فسأله عبد الله فقال عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله: وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر: نعم، وإن جاء أحدكم من الغائط. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد،
فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أتى قباء فبال، ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين، ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وهو الليثي: وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة، عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما، يعني الخفين، ثم ردهما في رجليه، أيستأنف الوضوء مرة ثانية؟ أيستأنف الوضوء؟ فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. فأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال أي يحيى: وسئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسهى نسيا فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال: ليمسح على خفيه وليعد الصلاة ولا يعيد الوضوء. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال: لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لكم. والآن نعلن لأبنائنا طلبة العلم أن المجلس الحديثي القادم سيكون في الأحد الثاني من كل شهر، والذي سيأتي هو الثاني، وكذلك المجلس الرابع سيكون في الأحد الرابع من كل شهر، وسيحضر في المجلس الأول يعني إن شاء الله في كل شهر مجلسان، الأحد الثاني والرابع. الأحد الأول مجلس الفقهاء، والثاني للمحدثين، والثالث قد يكون للغة العربية، والرابع للمحدثين. المجلس الرابع إن شاء الله يوم الأحد، أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، أستاذنا الدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذنا الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذنا الدكتور محمد عبد الفتاح حافظ. هذه الأسماء إن شاء الله للمجلس القادم، يعني الأسبوع بعد القادم. المجلس الثابت اللي هو الثاني، الأحد الثاني من كل شهر، أستاذنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، صبحي عبد الفتاح السيد ربيع، أستاذنا الدكتور محمد ناصر الدسوق اللبان، أستاذنا الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ونختم هذا المجلس الطيب بدعاء كل حاضر بما هو محتاج إليه من رب كريم، وأن يتقبل دعواتنا جميعا ويختم لنا وإياكم بالإيمان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.